ولا ما غادي نخليكم تستمتعوا. الشواطئ اللي اتصلت المغرب اليوم غادي يكون لقاء خاص بالجمهورنا الطنجاوي ساكنه مدينه طنجه والنواحي ديالها. ان شاء الله جينا باش نفرحوهم انا وكل الطاقم والليكيب اللي معايا. نتمنوا ان الحفل ديال اليوم ينال اعجابهم واننا نقدموا لهم احسن ما عندنا. كاين بزاف ديال المفاجات، كاين ان شو كبير ان شاء الله. وبغيت نقول ميرسي بوكو لماروك تيليكوم على هاد لا بيرفيكسيون، هاد لورغانيزاسيون، وعلى الدعوه بطبيعه الحال باش نغنيو في فوق خشبات مهرجان الشواطئ. بالنسبه للجديد، اخر عمل صدر كان اغنيه ان شاء الله بالريفيه، تبعوا من بعد اغنيه الحب صعيب اللي كما شفتوا كان ايكو هو بطل الفيديو كليب. اغنيه خفيفه صيفيه، اغنيه كتحدث عن الحب ولكن بواحد طابع كوميدي. الحمد لله صدى الاغنيه كان كبير اكثر ما كنا نتوقعوا، فرحنا بزاف بردود الافعال الايجابيه وبقي المزيد من المفاجات وكاين جديد اللي جاي في الطريق. واش عندك شي جوالات كيكو؟ غادي يكون ان شاء الله جوالات، غادي تكون ان شاء الله مهرجان في مدينه وجده، غادي يكون ان شاء الله حفلات في العرايش في مدينه الرباط، وكاين بزاف ديال كاين باقي عاد ان شاء الله الحفلات من غير اتصالات المغرب. واخا بمناسبه تاهل المنتخب النسوي، شنو تبغي تقول لهم؟ بغيت نقول لهم باللي شرفتونا، شرفتوا المراه المغربيه والمراه العربيه بصفه عامه. النتيجه كانت مشرفه بزاف، فاجئونا. اليوم تبتت المرأة المغربية على أنها تلعب دور كبير وعلى أنها تبدع في كل المجالات حتى المجال الرياضي. كانوا يبدعوا في ألعاب القوى، ولكن كرة القدم اليوم شفنا نهضة لا عند الشباب المغربي فئة الرجال ولا عند فئة النسوية. اللي علينا هو أننا نوقفوا بجنبهم ونشجعهم إن شاء الله باش علاش لا يديوا الكأس هذا. واخا كلمة أخيرة للجمهور الطنجاوي. جمهور طنجاوي، نموت عليكم ونحماق عليكم، وان شاء الله اليوم غادي ننشطوا، غادي تكون زاهيه ونشطه. مرحبا.